وكنتمنى ليه مسيره موفقه. وليا الشرف انني كنلعب مع هذا الفريق هذا اللي ظهر على الحماس ديالو ظهر على القوه ديالو في البطوله الوطنيه. كنتمنى ان شاء الله الفوز ديالو كاس العرش اننا نحققوا نجاح في التاهل اللي هو الكاس ديال البطوله الوطنيه اللي غادي تتقام ان شاء الله لا سمح الله. طبقه المباراه كانت متناول كنا حنا متفوقين ومن بعد ولا واحد لاكار سكور غير بسبب لي ديفونجي ديالهم قدروا يتفوقوا علينا. ما حنا بالنسبه لينا حنا كنا في المستوى درنا اكثر من الشيء ديالنا بالنسبه لينا لعبنا لعب متفوق وكان انجو كل شيء وغير طرات واحد المشكل في الترويزيام كارطون بالنسبه لدخلوا لي ديفونجي ديالهم هو اللي كان السبب ديالنا باش فاتونا في السكور. اما بالنسبه لكل ما كانش لي ديفونجي كنا ربحنا والو. بالنسبه للبطوله كانوا ديجا مهرسين كره السله ولكن الحمد لله يعني بلي كان واحد التوقيت واحد المده بالنسبه للكونفينمون قدرنا اننا نسترجعوا رواحنا وقدرنا اننا نقولوا بلي كره السله راه كاينه بالنسبه للاينات يعني راه ماشي غير الدوكور الاينات كيعطيو كره السله كبيره بواحد المستوى وحنا كنديروا حتى من جهتنا وكان وراء الماتش بيننا يعني كان واحد الحب لكره السله لدرجه اننا تحاربنا على الكره ودرنا اكثر من جهتنا والحمد لله نقدروا نديروا هادشي نعوضوا في الماتشات الاخرين. ديال كاس العرش الكاس اللي كيحبوها المغاربه بصفه عامه كان هذو مدينه الفران كان هذو الاطفال مدينه الفران كان هذو الاباء اللي كيتبعونا وكيساندونا كان هذو الناس اللي مساندينا في هذه منذ 6 سنوات. هذا واحد التتويج ديال 6 سنين ديال العمل الجاد. الفران ما كانش معروف فيها كره السله هذه 6 سنين دابا تبارك الله كتشوفوها كتلعب بنهائي كاس العرش. هذا شرف لينا كبير وكنشرفوا به في هذه المدينه السعيده وشكرا. وكنت تشوف مستوى الفريق في هذا الموسم؟ نعم. مستوى الفريق هذا الموسم؟ كان الفريق درنا انتدابات جديده باش نتوجوا بهذا الكاس اللي كنا بدينا بنا هذا المشروع في 2018-2019. الحمد لله توفقنا باش نكملوه توفقنا باش خدمنا الاعمال ديالنا كلها باش ناخذوا هذا اللقب. ربي جاب البركه وجاب الخير هذا العام. للاسف كان الامل ديالنا كبير اننا نهديو الجماهير العسكريه والفريق العسكري هذا التتويج ولكن هو لعبنا المقابله اللي المفروض اننا اللي كنا فيها سيئين لواحد الدرجه كبيره. كان شتات كثير كان ضياع ديال الكرات كثيره ما كانش التركيز بشكل كافي في الدفاع ديالنا. المقابله اللي غنستخلصوا منها مجموعه ديال الدروس اللي غادي تفيدنا. هنيئا لفريق الفران بالتتويج ديالو واللي كيلاحظ الجميع انه اللي دار الفرق اليوم في المقابله هو تواجد اللاعبات الاجنبيات اللي حاولنا يعني بوسائل كثيره ان نحدوا من الخطوره ديالهم. شحنا في فترات ولكن فترات كثيره مع قلة التركيز مع ما تخماش بالمقابله بالشكل اللي المفروض اننا ندخلوا ونلعبوا بالقوه ديالنا اللي المفروض اننا كنتميزوا فيها. اليوم غابت هذه البطوله وغابت هذه النزاعه فبالتالي كانت الهزيمه ديالنا اللي تقبلوها بكل روح رياضيه وهي اللي غتدفعنا اننا خصنا نشتغلوا ونشتغلوا اكثر باش اننا نتحسنوا في المستقبل. المستوى ديال البطوله بشكل عام فيه دي هو دي با كاين فروق اللي استعدات وكانت مجموعه ديال الانتدابات كاين فروق اللي مازال كتعاني وكتقلب على الايقاع ديالها ولكن اللي كيدير الفرق وهذا موضوع اللي فيه نقاش كثير انه الفروق اللي اعتمدت على العناصر المحليه ديالها الوقت اللي كتلقى فروق اللي معززه اجانب هنا اللي كهذا كيدير الفرق ديالها. وما كنظنش انه في الظرفيه الحاليه هذا الشيء كيساعد طويل كرة السلة النسوية المغربية. هذا نقاش موضوع اللي كيستحق نقاش طويل وكيستحق يعني دراسة عميقة باش المستقبل ديال كرة السلة خصنا نشوفوه بنطر فيزيون. كما شفتي حتى واحد ما كان تيراعي علينا ولكن حنا كنا تايقين وكنا عارفين راسنا نقدروا نديروها. الدراري تقاتلوا تبارك الله عليهم الكوتش حيد علينا لابريسيون من الأول دانينا با فافوري سو بابي ولكن حنا عارفين راسنا نقدروا نديروها في الطيره الحمد لله درناها. اليوم حنايا خدينا كاس العرش شحال هذه ماشي فرقه غير الله يسر ما داتش كوب دي ترون وهارد لاك تسلا وجيسبيغ ان شاء الله لا فينيغ يكون حسن. نعطيو عذر هجوميا ولكن دفاعيا ما يمكنش نعطيو عذر انه دفاعيا كما تعرف السنات عندنا تقريبا وهذا شيء مقبول يعني جميع
مبادئ ديال الدفاع وانه اللاعبين ما يكونوش مركزين، ما كانش بلا غرينتا من فين ديال فريق جميع الزمان، ما كانش الحماس والحامص، خصنا نرجعوا يعني فريق العهد ديالنا، اللاعبين يتحملوا المسؤوليه ديالهم، ونظنوش الفرقيات هي اللي غادي تربحنا، هو اللاعب الجماعي الدفاعي الهجومي هو اللاعب الاول، يعطيك الثمار ديال الفريق ماشي شي ملاكي كانوا احسن. كما نخدم اكثر كنظن انها تساعد كثيرا هجوميا كان مركز اكثر منا كانت عنده ماريوسي ولكن نظرا لقمة الضغط ديالنا في الدفاع وضعف اللاعبين في الدفاع ولكن خصنا نركزو اكثر خصنا المجموعة خصنا الطاقة ديالنا قلت خص الجمهور ديال الجمهور السراوي على الديما كانت مفاجأة صراحة صحيح حنا ما استعجلناش بزاف ما تمرناش بالقضيه ديال بزاف ربما شي اثر علينا كنا عارفين دائما المحترفين يلاه جاوا يلاه جيت كنت في تونس اللاعبين سير كورتو شو يلاه جا يعني ما تمرناش بزاف قضيتنا يلاه اسبوع تقريبا ما كانش داروا شي مؤثر علينا شويه هذا الشيء ما تعنيش انه فريق الجيش الملكي كان في مقابله في مباراه كبيره ولا لا مبروك عليهم فوزوا عليهم رجل راسك نتمنى الجمهور السنوي انه ان شاء الله نحاول نعوضوا ليه لازم هذيك البطوله الافريقيه الجايه ان شاء الله البالات